شلون صج هيدنا نعرف ننام؟ بكرة في عنا شغل. دنيا بأياد مع طاءة لا زالت مستمرة حتى اليوم. انطلقت الشارة الأولى للتلفزيون العربي السوري في 23 من شهر تموز عام 1960. هي رحلة في الذاكرة حاضرة ومتجددة مع كل جيل جديد. نستعيدها فنستذكر تاريخا حافلا من العطاء الفني والثقافي الأصيل. السوريين اليوم عادوا بالذاكرة لأيام الزمن الجميل، فهي سنوات عديدة مرت، وجوه كثيرة عبرت وبقيت محفورة في الأذهان على جدران مبنى الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون التي وثقت لمسيرة الفن والثقافة في كافة المراحل. شاشة التلفزيون العربي السوري هي ركن حي كان وما زال يبث روح الحياة من العاصمة دمشق.